الأمومة مرحلة يتم التحضير لها لأنها ليست بمهمة سهلة، ومركز كليمنسو الطبي يوفر الدعم في المرحلة هذه لكل أم. نحن نفتخر بحالنا أنه عم نعطي عناية كاملة خاصة للمرأة اللي بدها تصير أم. منبلش بالpreconception assessment، منشوف نتأكد أنه كل المعايير موجودة لحتى المرأة تقدر تعمل a healthy pregnancy. إذا لقينا في عنا أي عوارض أو أي problems بالنسبة للحبل، فينا نحن نقدم التقنيات للعقم بالـ IVF center بالـ Women Clinic يلي بتأمن لنا حبل سليم. للوصول إلى الولادة السليمة يتابع الفريق الطبي في مركز كليمنسو الطبي مع المرأة الفترة كاملة، أي 9 أشهر. وهلأ بتبلش الجيرني أو بتبلش المشوار لتسعة أشهر يلي منأمن فيه بالعيادة، وعادة بيكون في كمان تصوير صوتي، وكمان في مرتين خلال الحمل في تصوير صوتي by fetal medicine expert. خلال هالفترة هيدي بنعطي صفوف الميدوايفز، بيعطي صفوف free antenatal classes بنقدمها مجانا لكل الستات اللي بولدوا عنا. وبس تخلص التسعة أشهر بنكون صار وقت نولد، والولادة بتكون ب environment يلي هي mother and baby friendly، وبيكون عادة المرأة والمولود سوا، منساعدهم لحتى يتعودوا على بعضهم على بكير، منشجع كتير الرضاعة. كل التقدير إلى كل أم تمر برحلة الإنجاب هذه وبعدها الرضاعة الطبيعية تلك التي ينصح بها الأطباء.